السلام عليكم حبايب، شلونكم الاخبار؟ الامور ان شاء الله كلكم بخير ومرتاحين ان شاء الله يا ربي، عساكم بخير. اليوم راح احكي لكم بموضوع كلش مهم حتى الناس هم تفهمه. شلونكم حبايب؟ الاخبار الامور؟ طبعا هسه وصلنا لهذا البارك، راح امشي بيه شوي ونه. الجو كلش حلو والجو تغير عندنا، يعني كسر درجة الحرارة، قامت تصير 1-2. فهذا البارك اسمه ماي بولتن بارك، وهاي الخارطة. طبعا كل الباركات اللي تمشي بيها بيها يخلوا لك هاي الخارطة، انه وين انت وشون تمشي. مثلا هسه احنا من هنا، زين هسه نمشي. طبعا الجو كلش حلو، الدنيا قامت تمطر هسه، تقريبا مطر عندنا، الثلج قام يموع من القاع، يعني قمنا نتخلص من عده. فهذا الشيء حلو، يعني علامات الصيف جت عندنا، هاي الشغله وما بيها. طبعا شنو حبايب، هنا بكندا هسه انا قاعد بدون شغل. طبعا هنا بكندا شنو، صعب تلاقي شغل، اكو هوايه ناس يعني يراسلوني ويردون مثلا عناوين مال شركات وما اعرف شنو، متصورين انه الشغلة سهلة. يعني هنا كندا اتعس شيء، مو بس كندا واغلب الدول الغربية، يعني شي يسوون من تريد تشتغل لازم تاخذ اللايسن مالتهم، يعني اللايسن الشغل اللي تريد تشتغله لازم تحصل رخصة بيه. يعني اذا انت ميكانيك لازم تاخذ رخصة ميكانيك هنا على مود تشتغل. اذا انت مثلا تراك درايفر او سائق شاحنة او اي شيء ببلدك، من تجي هنا ما يعترفون بالخبرة اللي عندك ولا يعترفون باي شيء جايبه من بلدك ومن اي دولة عربية، لان يعرفون الدول العربية كلها تزوير وقوانين ماكو،
فما يعترفون بالشخص اللي جاي من دولة عربية. فلازم شو تسوي؟ لازم تجي تاخذ كورس. مثلا أنا أخذت كورس على سياقة الشاحنات، طبعا الكورس أخذته $10,000 وكملته، أخذت اللايسن. من جيت أشتغل كل الصعب صعب، ما يشغلون، يخافون خصوصا يعني شغلات الشاحنة. فشي يسوون؟ يخافون يشغلون جاي آني من مو كندي، مو بس آني لأنه عربي، حتى لو جاي واحد، أكو سواق من روسيا هواية، وأكو سواق ألمان هم، نفس الحالة نفس الصعوبات يواجهوها. فشي يسوون؟ يقول لك لازم تأخذ خبرة كندية. زين شلون أخذ خبرة كندية؟ لازم تشتغل بشركة. وين هاي الشركة؟ أكو شركات يسموها بروكر، مثل اللي أنا اشتغلت بيها بالبداية. بروكر يعني شلون نقول إحنا بالعراقي؟ دلال أو وسيط. هذا الشركة شنو هو؟ يملك مثلا 10 روس مال تريلات شاحنة، ويتعاقد ويا شركة ثانية ينقل لها حمولات، يسموه بروكر هنا. طبعا هذول دائما شي يسوون؟ ما يعطوك اجور كافية، يعني الاجور مالتك تصير بالنص تقريبا او اكثر من النص شوية، فتنجبر تشتغل وياهم على مود تاخذ خبرة. فالمشكلة انه من تاخذ خبرة يراد لك وقت. يعني انا اخذت خبرة سنة، وهسه دا اقدم على شغل وهم ما يشغلوني، يقولوا لي اريد خبرة سنتين. طبعا الواحد ما ييس، يظل يقدم الى ان يلقى شركة تقبله. فاكو ناس يراسلوني يقولوا لي دزن عنوان وشوف لي شركة تتعاقد وياي، او يدزو يعني احنا بداخل كندا ويريد من عندي خبرة. انت شلون يجيبك من خارج كندا؟ شلون يدخلك الكندا؟ وشلون يتعاقد وياك وانت اساسا ما عندك لايسن، ما عندك رخصة؟ مثلا واحد يقول لي ها اكو شركة راسلتني وقالوا لي تعال اشتغل ويانا. قلت له شلون راسلوك؟ اعطيني يلا شتري شنو انا اسويك يا. يقول لي ها مو هاي الشركة راسلوني وقالوا لي جزلنا الاوراق ورادوا من عندي اوراقي والجواز مالتي ورادوا فلوس. قلت له اكو شركة شغلك وتعطيك فلوس وتاخذ من عندك فلوس؟ خطية يعني ينصب عليهم بسرعة. فاخوان فد معلومة، هنا قوانين، هنا اكو وزارة اسمها وزارة الهجرة. هاي وزارة الهجرة هي الجهة الوحيدة اللي مسؤولة على الفيز وتسمح بدخول المواطنين. يعني الناس اللي تريد تدخل الكندا هاي الجهة الوحيدة. يعني رئيس الوزراء ما له حق يعطي فيزا الشخص، رئيس الوزراء نفسه، وما يقدر. اكو اشخاص شي يحكوا لي، يراسلوني يقولوا لي اكو واحد يطلعنا، اكو مكتب قال لي فلوس ما ادري شنو. والله العظيم كله كذب. لانه اذا واحد يريد يقدم هجرة لاي دولة غربية، هاي دول متحضرة، دول الكترونية، اذا تريد تقدم ادخل على دائرة الهجرة. حتى السفارة مالتهم اللي موجودة ببلدك ما لها حق تعطيك فيزا الدخول. السفارة مجرد تسوي اوراق بيها، بس الموافقة حصرا من دائرة الهجرة. يعني دائرة الهجرة هي المسؤولة عن الفيز، مو مكتب واحد. يقول لي البارحة واحد كان يحكي وياي يقول لي اكو واحد ضابط بالمطار ويقول انا اخذكم، ياخذهم ويسفرهم وما ادري ايش قد ياخذ من عندهم. يعني تقفيص، واحد يقفص على واحد يقول له وفاتح لايف، يقول لي فاتح لايف ويقول انا ضابط بالمطار. هو طبعا لا هو مقيم بكندا ولا هو عنده رقم كندي، هنا ممنوع. يعني هذا الشخص لو هنا هو بكندا راح اودي الفيديو للشرطة، يلزموه بنفس اليوم، يلزموه يحاسبوه قانونا.
لانه هنا ممنوع هاي الشغلات، وهي وزارة الهجرة نفسها تقول احنا ما عندنا وسطاء خارج كندا. تريد تقدم؟ قدم عن طريق الايميل مالتهم، دارة الهجرة، وزارة الهجرة والمهجرين هي المسؤولة immigration. الاجراءات من تريد تسافر لاي دولة، هالمعلومة هاي الناس اللي ما يعرفوها خلي يعرف، يعني من تقدم اذا مكتب يقول لك انا سفرك بشهر باسبوعين هذا دا ينصب عليك، لانه هنا مو بس كندا، هي الدول الغربية كلها وخصوصا بعد الارهاب والعمليات وداعش وما اعرف شنو شو يسوون حبايب. من تريد تقدم اكو بروسس، اكو اجراءات. شنو هاي الاجراءات حبايب؟ الاجراءات هسه انا مثلا قاعد بالعراق، قدمت عن طريق وزارة الهجرة، اوكي قبلوني، حصلت الموافقة. مثلا انا بالاردن قاعد مو بالعراق، لان بالعراق ماكو سفارة اساسا، ماكو سفارة كندية. بالاردن انا قاعد، كملت الموافقة، قدمت طلب، الموافقة تجي هنا الكندا، يعني انت تقدم من كندا عن طريق الايميل، وافقوا عليك. شو تسوي؟ يدزون عليك بالسفارة، راح تكون انت والسفارة ودائرة الهجرة، يعني السفارة وسيط، السفارة مو هي تطيك، مو هي اللي تدخلك، السفارة وسيط بينك وبين وزارة الهجرة الكندية. شو تسوي؟ يطوك، ياخذون البصمات مال اصابعك العشرة، وياخذون بصمة عينك ويطقوا لك صور، يسوون عليك تشيك امني. هذا التشيك الامني يعني اذا الله يحبك ياخذ له 6 شهور، 6 شهور ويرجع، يعني المعاملة تطول 6 شهور، من 6 شهور الى تقريبا 8 شهور، ومرات اكثر تطول حسب حظك. يعني يسوون مقابلة وياك، يدزوك على مركز، يطوق ظرف ما يصير تفتحه، يدزوك على مركز تروح تسوي فحص طبي. الفحص الطبي شنو هذا؟ الفحص الطبي ياخذون من عندك دم، ما اعرف شنو هاي السوالف. هاي اي مواطن يريد يدخل، بغض حتى لو اجنبي يريد يدخل هاي الدولة، يسوون عليك فحص قلنا مال دم، وتشيكون عليك انه انت سالم من الامراض. هذا الفحص الطبي هم ياخذ له تقريبا 3 شهور الى 4-5، هم تروح مركز خاص تعطيهم الظرف، ياخذون من عندك الدم، ياخذون من عندك تشيكون الضغط، صنف الدم، هاي السوالف. والدم حصرا يروح وين؟ يروح لاوروبا، يعني ما اعرف يمكن لسويسرا مال الفحص الدم. فحص هاي الشغلة تاخذ لها تقريبا 3 شهور اذا الله يحبك، اقل شيء يعني اذا ما عندك مشاكل وما عندك اي شيء تاخذ لها 3 شهور، ومن هناك 6 شهور هاي 9، بين ما تقدم والوقت اللي تاخذ من تقديم المعاملة وما اعرف شنو. يعني انت اذا امورك كلها سليمة واجراءاتك كلها سليمة تاخذ لك على الاقل 1.5 سنة، من سنة الى 1.5 سنة يلا تحصل على الفيزا. بعدين شو يسوون؟ ياخذون من يجي الفحص مالتك الطبي انه انت اوكي ما عندك مشكلة بالصحة، يهم يدزون عليك يخابروك، يقول لك تعال عندك موعد، تروح تاخذ جوازك. بهاي اللحظة راح ياخذون من عندك الجوازات مالتك او مال عائلتك يعني المقدمين، ويقولوا لك احنا نخابرك او تعال لنا بهذا اليوم، وراها يطبعوا لك الفيزا على الجواز، وبعدها تقدر تسافر. الفيزا بها اكسباير يعني على ما اعرفه 6 شهور، ما اعرف يجوز غيروها قللوها وزيدوها ما ادري تدخل. فهاي القوانين والاجراءات، يعني اذا مكتب او واحد شخص يقول لك انا سفرك بشهر لو بشهرين، اخوان اعرفوا ده ينصب عليكم.
يعني ما يحتاج تسأل شخص، لأنه هذا الإجراءات تعذلها يعني إذا الله يحبك تعذلها من سنة إلى سنة. فلا حد يصدق بهذول الناس النصابين وهاي الإشاعات، واللي ما يقتنع بحكي هم أقدم له نصيحة أخيرة. اللي ما يقتنع بحكي اللي يقول لك أنا أسافرك بأسبوع وبشهر وبشهرين، قل له أوكي ما عندي مشكلة، قل له من وصل الكندا أعطيك الفلوس اللي تريدها، دولار لا تدفع إلا توصل كندا. النصابين شقد أنا أعرف يعني أشخاص يعني نصبوا عليهم، أعرف ولد بالأردن يعني خطيه هو وزوجته وعنده جهال اثنين، أخذوا من عنده 16,000 دولار نصبوا عليه وراحت الفلوس. هم يعني عود مراس الواحد وهذا الشخص بكندا وكله يعني حسابه كذب، وحتى الصور مال حسابه كانت كذب. شوف هاي البطة، طبعا هاي مي بالصيف تصير يعني مثل البحيرة صغيرة مي بس متجمدة، وهسه بدأت تذوب فقام يمشي المي. والهاي حلو هاي هوية